أشاد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، والذي تم افتتاحه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف إضافة 2.2 مليون فدان للرقعة الزراعية، بما يمثل نقلة كبيرة في خريطة مصر التنموية، مشددا على أن الجهد المبذول في هذا المشروع مهم للغاية في ظل الظروف والتحديات العالمية. كما أشار رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية في مصر 2050، كما سيتم خلال أيام إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بمؤتمر تغير المناخ COP27، مؤكدا أن هذا الملف، ملف التغير المناخ، يعد أحد القضايا الرئيسية على أجندة مصر والعالم، وأن مصر لن تألو جهدا خلال رئاستها للمؤتمر في السعي الحثيث والدؤوب للانتقال من مرحلة الالتزامات والتعهدات المعلنة من جانب الدول إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لإجراءات وتدابير سريعة وملموسة.